وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج مجتمع واعي، أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام أن كلمة جلالة الملك المفدى من خلال الاتصال المرئي تؤكد حرص جلالته على التواصل مع شعبه وتعزيز ثقافة تسخير هذه الوسائل في كل القطاعات. أنا أعتقد اليوم في ظل تعدد المنصات الإعلامية من التلفزيون وإذاعة وصحافة ووسائل تواصل اللي وفرتها لنا التكنولوجيا الحديثة من وسائل اتصال مرئي ومسموع، شرفنا نحن اليوم بهذا التواصل من صاحب الجلالة يد الله عبر أحد البرامج الحديثة ومن خلال برنامجكم. اليوم صاحب الجلالة يؤكد من خلال هذا الاتصال المرئي حرصه على التواصل بين القائد وشعبه، ويعزز ثقافة تسخير هذه الوسائل في كل القطاعات بما فيها قطاع التعليم، اللي اليوم جلالة الملك خط هذا القطاع بهذه الكلمة. ما في شك كانت كلماته تشجيع وتحفيز حق أبناء الطلبة والطالبات على أهمية التعليم حتى وإن كان عن بعد، خاصة اليوم في هذا الظرف الاستثنائي. وأكد جلالته ثقته في هذا الجيل اللي إن شاء الله بيساهم في إدارة البلاد. جلالة الملك يتابع كل الإجراءات الاحترازية والحزمة الاقتصادية، هذه كلها دليل على حرص ولي الأمر يده الله على كل مواطن ومقيم على أرض البحرين. إحنا لله الحمد في البحرين يعني نملك القدرة على تحويل المصاعب والظروف الاستثنائية إلى قصص نجاح بفضل الله سبحانه. أنت لو شفت البحرين في العصر الحديث رغم كل التحديات تشوف البحرين تخرج أقوى فضل من الله، ثم الثقة المتبادلة بين القائد وشعبه بلا شك. فإحنا لله الحمد اليوم بقدر حرصنا على تعزيز ثقافة التباعد الاجتماعي، شفنا اليوم مثال كبير في تعزيز ثقافة جديدة وهي التواصل حتى ولو كانت عن بعد. صحيح. فالشكر الجزيل لصاحب الجلالة الملك المفدى يده الله على هذه الكلمات المؤثرة. الشكر لكم على هذا البرنامج، عسى الله يوفقنا جميعا لخدمة جلالة الملك وخدمة البحرين.